جاهز. دائما جاهز باذن الله. حي الشيخ. الله يحييك الشيخ. نورت الشيخ حبيبي. يا رب الحمد حال الشباب داخل؟ شباب كلهم حاليا نبغى نسمع شيء بالبث حاليا. في البث شباب يا جماعه جاهزين؟ باذن الله جاهزين باذن الله. زين عندي كم سؤال لك. تفضل. حلو. اول سؤال ابغى اعرف كيف انت تتمون في هذه الغرفة الحين لمدة خمسة ايام؟ هذا خمس يوم خمسة ايام الان بندخل الساعة 7 بندخل باليوم السادس. شو شعورك وانت تتمون؟ يمكن اكثر عن شيء ما ادري كم اسبوع. والله يمكن اسبوع يمكن اسبوعين، بس تبي الصراحة شيء ما يهم ابدا. المعاناة اللي قاعد نعيشها ابدا ما توصل لمعاناة اخواننا واشقائنا اللي باذن الله الهدف السامي اللي بنوصل اللي هو 100,000 اسرة باذن الله الواحد ان شاء الله. باذن الله الواحد المعاناة كلها ما تهم يا رجل. ما تهم لان لما نطلع من هنا باذن الله ووصل 100,000 راح ننسى كل شيء ان شاء الله. اكيد والله اكيد. زين السؤال الثاني. تفضل. زين خلي اخبرك السؤال الثاني. شو اكثر شيء اثر فيك خلال هذه الفتره خلال هذه الخمس ايام؟ شو اكثر موقف اثر فيك خلال الخمس ايام؟ اكثر موقف اثر فيني بهالخمس ايام والله هم اهل الخير، جزاهم الله الف خير على انهم كيف قاعد يسارعون ويتسارعون على الاجر العظيم هذا والله العلي العظيم. كل هالاشياء اللي قاعد تصير اساسها هو انتم والله العلي العظيم، من نشر من تبرعات من واحد درهم اللي يتبرع بواحد درهم لين اللي يتبرع بمليون درهم. جزاكم الله الف خير، ربي يجعلها ميزان حسناتكم. شعور جميل لما تشوف شعور دافع المعنوي بعد بالضبط. يا رجل كمية الناس اللي قاعد يمرون هنا يحيونه من صغير ومن الكبير اللي بكبر ابوه. يا رجل اقسم بالله شهادة واحد يفتخر بهالشيء هذا. هذا شيء عجيب والله. هذا شيء والله ان شاء الله توصلون ان شاء الله بسرعه بعد باذن الله. اخر سؤال عشان ما اطول عليك. زين اخر سؤال، شو رسالتك للناس هذيل؟ شو رسالتك من خلال هذه المبادره؟ شو حاب تقول للناس كلهم؟ بكل بساطه الخير الخير يا جماعه، مهما كان محتواك مهما كان الشيء ان ربي وفقك باي شيء لا تنسى الخير، لا تنسى الخير. ربي ما يحتاج منك شيء، ربي اعطاك النعمه هذه عشان يشوف شو راح تسوي يا عبدي بعد النعمه هذه. سوي الخير دائما، واذا شفت الباب الخير لا تسكره ابدا. سوي الخير، واذا ما تقدر فدالوا على الخير كفايه عليه. الله جزاكم الله الف خير. ربي يعطيكم العافيه جميعا. الله يعافيك. العافيه شباب. الله يعافيك. الله يعافيك. الله يا رجل شد دخول الان كل شيء خلص. الله يسلمك. شوف صار يا بعد يلا اخوي محمد. الله يعطيك العافيه. ما قصر باذن الله ربي يحفظك. يعني كيف الغرفه؟ والله طال عمرك. الله كيف زين.